اسمع وافهم واعلم يا فاضل ابن عباس، هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه بالشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي، هؤلاء أئمة المؤمنين وحجج الله على العالمين وأئمتك أئمة هدى أبرار. يا فاضل، إذا جاءك الملكان المقربان الرسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك